من عمق الظلام نورا قد صنع سلام. عشت معظم حياتي في مدينة حاضنة للكل، مهما تزت تحت الأرض كنت ثابت الأقدام، بقيت رافعا راسي أنادي رب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في فقرة المبدع. رح نتعرف وإياكم مشاهدينا على مبدع حلقتنا اليوم، وهو عماد نادر. أهلا عماد، أهلا بمبدعنا. مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله كويس. طيب عماد، أولا عرف الناس فيك وبتخصصك. عماد نادر، طالب إعلام مستوى ثاني، العمر 22 سنة، ومؤدي راب من عام 2013، أغني راب. حبيت أبدأ في هذا المجال كوني كنت مستمع لموسيقى الراب من فترة قبل 2013. حبيت أن أنا أقرب، أن أنا أسجل أغنية، أبدأ يعني أكتشف هل أنا عندي الموهبة أن أنا أكون مغني راب أو لا. فعلا بدأت، أول أغنية اللي كانت سجلتها في بجوال، وبدأتها الحمد لله بشكل كويس نوعا ما للفترة أو المستوى في تلك الفترة. بعدها استمريت، يعني أيقنت أنه أنا عندي الموهبة أقدر أستمر في هذا المجال، واستمريت وكان عندي أعمال كثيرة وأغاني كثيرة في الفترة دي. كان ما يقارب أنه في الأسبوع كنت أنزل أغنية واحدة، ولي ألبوم نزل في عام 2014 كان بعنوان حروف مشتتة. كان عبارة عن 7 أغاني منوعة في الأسلوب، في الأداء، في الأفكار، إلى أنه كلها مشملها ومجملها هادف. وبعد 2014 انتقلت نقلة أخرى في مستوى الأداء في الأغاني. بالنسبة للحفلات، أنا شاركت في حفلات. طيب إيش أولا سبب التسمية حروف مشتتة؟ في هدف ألبوم 2014 حروف مشتتة، كان سبب تسميته أنه الأغنية اللي نزلت بهذا الاسم كانت تتكلم عن سلوكيات لغالبية الشباب، اللي ممكن الشاب الإيجابي يشعر بالتشتت لما يشوف سلوكيات سلبية الكثير من الشباب في تلك الفترة في المجتمع، فكان هذا هو سبب تسمية. يعني حبيت تقدم رسالة، يعني الأغاني الراب هي توصل رسائل. الراب هو يعتبر وسيلة وفن زي أي فن، هدفه أنه هو يوصل رسالة. هو وسيلة توصيل، أنك أنت توصل رسالتك أو الشيء اللي أنت تقوله لعدد معين من المستمعين. لكن البعض يقولوا لا، الأغاني الراب هي موسيقى غربية دخيلة، فإيش رأيك؟ البعض يقول أنه موسيقى الراب موسيقى غربية دخيلة، بناء على أن الموسيقى التي تستخدم هي موسيقى غربية. لكن إحنا لما نجي نفسر الراب، هو الراب عبارة عن شعر، والشعر في مجمله معروف انه شعر عربي قديم، حتى في اساليب كتابتنا لاغاني الراب نستخدم البلاغه والتشبيهات وهذه الاشياء. سبب استخدامنا للموسيقى الغربيه انه عدم تواجد انتاج موسيقي حقيقي في البلد اللي بيضمن لك انك تشتغل في موسيقى عربيه وباقل تكلفه، بحيث انك انت تقدر تقدم عدد كثير من الاغاني بالموسيقى العربيه، فنضطر ان احنا ناخذ موسيقى غربيه من ملحنين اجانب. بس تغيروا بالالحان وطريقه الاداء. يتغير دائما بين اغنيه لاغنيه، يتغير اسلوب الغناء، يتغير اسلوب الكتابه، الفكره، الموضوع، طريقه التوصيل. يعني في الحان انت ممكن تغني عليها بطريقه سريعه، وفي الحان ممكن تغني عليها بطريقه بطيئه، وفي الحان ممكن تغني عليها بطريقه ملحنه، بس ما يكون شرط ابدا في الراب انه يكون صوتك حلو. طيب عماد، كلمنا عن البومك الجديد اللي نزلته في 2018 الان، اللي هو انا مختلف، كلماتك والحانك، صح؟ ألبوم أنا مختلف كان عبارة عن ألبوم من 9 أغاني نزل على اليوتيوب. هو صحيح نزل على اليوتيوب، عبارة عن 9 أغاني و3 فيديو كليبات. لأول مرة أنا تجاوزت يعني الجانب الصوتي وبدأت أشتغل على المرئي، صورت فيديو كليبات. الألبوم هذا كان برضو ألبوم هادف. سبب تسمية الألبوم أو اسم الأغنية باسم أنا مختلف، هو يتكلم بشكل عام عن الاختلاف وكيفية تقبل ونقد المجتمع لأي شيء مختلف عنهم، سواء كان فن الراب أو أي شخص كان ممكن يكون مختلف عنهم، وكيف التقبل. وكان الألبوم يعني لقى نقد وآراء جميلة. كان إطلاق الألبوم يتضمن حفل إشهار، وهو أول حفل راب في اليمن، كان هنا موجود في عدن في تاريخ 10 مارس، كان حفل إشهار الألبوم الجديد اللي هو أنا مختلف. تضمن الحفل 4 ساعات راب خام، وسط حضور غير مسبوق ما كناش نتوقعه أبدا، وسط أجواء مختلفة، كان حتى أجواء الحفل نفسه مختلفة عن أي حفل أقيم هنا في محافظة عدن. شاركت بأعمال بحفلات، طب حبك لأغاني الراب هذا وموهبتك ما أخذ النكش عن دراستك؟ أخذنا عن دراستي كثير، معترف. أيوة، لأنه أنا من الأشخاص اللي أشوف أنه فن الراب هذا مش فقط موهبة أو شيء ممكن أنا أتسلي فيه، لا، أنا أشوفه هذا حاجة للمستقبل.
يعني شيء انا ممكن اجتهد عليه ولازم انا اجتهد عليه اكثر من اي حاجه ممكن ما تفيدناش، اشوف انه الراب هذا يفيدنا اكثر من اي حاجه، فاخذنا بشكل كبير عن الدراسه ومش ندمان صراحة. لانك حابب هذا الشيء؟ حابب ايوه هذا المجال، وحابب ان انا اكون يعني اشياء اكبر واصنع اشياء اكبر فيه في طيب نحن حابين كمان، المشاهدين اكيد حابين يسمعوا كذا مقطع بسيط طيب من البومك الجديد انا مختلف. طيب غني مقطع اللي هو من اغنيه راب باور معناها قوه الراب. لا يوجد قوة حرة كقوة فن الراب، فن الشارع صوت حق ينبع من وسط خراب، لا نمثل أحد لا يوجد أحد يمثلنا، لا نتكلم والكل ساكت صاروا يحاولوا يسكتونا. راب عربي شعر موزون قوي التعبير والوصف مش محرم، دمنا أفراحكم يمليها الدف، ليس شرطا أن نغني وارتدي قلادة وكاب، صوتي لن يعرف الصمت واجه معرف انسحاب. سو من تحت الأندر من وسط زحام الأرض نحارب كل جاهل بأفكار ونزين رصصنا بموسيقى، وفي كل شارع رح نغني ما رح نرفض أي تعرض، لأفواه الإعلام مننا تأتي الحقيقة. شكرا. يا سلام حلو. حتى دائما يقولوا لما يغنوا أغاني الراب ضروري يكون فيها من الإشارات هذه اليد ومش عارفة إيش. فن الراب هو قبل ما يكون فن هو أسلوب حياة، يعني بيأثر عليك في طريقة لبسك، بيأثر عليك في طريقة كلامك، بيأثر عليك في طريقة حتى حركات حركاتك كلامك، حتى ذوقك السمعي يختلف. لما أنت تبدأ تسمع راب أو مثلا تبدأ تؤدي راب خلاص تبدأ تسمع راب، ما عاد يعجبك أغاني الطرب أو الأغاني الأخرى. كم لك ماشي بهذا؟ إلى الآن 5 سنين وإن شاء الله إلى العمر الطويل بإذن الله. إن شاء الله. طيب ناوي تعمل شيء أعمال قادمة مخطط لشيء؟ بعد الحفل اللي سويته واللي الحمد لله حقق نجاح حلو، ناوي إن أنا أسوي مهرجان أكبر يكون يتضمن ثقافة الهيب هوب بشكل كامل يعني بجميع عناصره، وإن شاء الله أنا أحاول إن أنا أقيمه في عدن إن تواجد الدعم الكافي وتقبل الناس بشكل كبير لهذا الشيء. طيب رسالة أقدمها عبر برنامجنا؟ رسالتي انه قبل ما اي واحد ينتقد اي فن من الفنون او يحاول انه يهاجمه لازم يبدا يبحث ويقرا عن هذا الفن ويشوف الممثلين الانسب لهذا الفن، لانه اي شيء في هذه الحياه يتضمن جانب سيء وجانب جيد، جانب سلبي وجانب ايجابي، مش معناته اذا كان في شخص ممثل لهذا الفن بطريقه سيئه معناته الفن هذا يبقى سيء. لازم انت تبحث عن الصور الايجابيه لهذا الفن والممثلين الايجابيين عشان تفهم هل هذا الفن قيم او لا. يعني مش كل من اجا غنى راب تقصد؟ مش يعني كل من اجا او سوى شيء هو ما يفهم فيه. صحيح. شكرا. اذا شكرا لك عماد، موفق ان شاء الله. عفوا. ومنتظرين البوم كمان ثالث كثير الى جانب الحروف المتشتته انا مختلف. انا مختلف كثير. كمان ناوي على البوم جديد ان شاء الله. كثير ايوه ان شاء الله ان شاء الله رب نسمعه عن قريب. شكرا عماد. عفوا. شكرا. وكمان اشكر مشاهدينا الكرام، استنوني ان شاء الله في الحلقه القادمه ومبدع جديد. سلام. مؤمن باني مختلف، لن ننحرف لن ننجرف، احب الشي يكون متكامل، ما ارضى بالمنتصف، محدد هدف لن ننصرف، لن ينقطع مني الشغف من دون اسف، لن نعترف دامي للذنب ما اقترف، انا مختلف واحب اهدي هذه الرسالة لنفسي، انا مختلف في فرق واضح ما بيني و...